متابعي قناه انفاس بريس، حنا الان تتواجدوا في مقاطعه سباته وبالضبط في شارع ادريس الحارسي، ما كان يصطلح عليه بشارع الجر في سنوات كثيره. الان جينا لهذه المنطقه هذه باش نسولوا الناس على المشروع الذي اطلقته شركه الدار البيضاء للنقل كازا ترونسبور والمتعلق ببناء جسر على مستوى شارع محمد السادس، ما غادي يمر في تقاطع ادريس الحارسي والداخله وشارع امقالا وشارع القدس. مجموعه من المتتبعين، مجموعه من التجار والمواطنين هنا في هذه المنطقه يؤكدون على نجاعه هذا المشروع، ولكن ايضا يطالبون بالمزيد من المعلومات حول هذا الجسر هذا من اجل تكوين واحد الرؤيه واحد الفكره تكون شامله حول هذا المشروع هذا. وهذه القنطره سمعنا بها بعد ما كاين شي اشعار ولا كاين شي حاجه اللي كتعلم، وهذه القنطره فكره زوينه الا كانت غادي تخدم المواطن وتخفف على السير، وحنا كنايدوا هذه الفكره، ولكن هذه كتبقى فكره، ما كاين شي حاجه اللي كيمكن يقولوا اوفيسيال. حنا مع شي حاجه اللي تخدم المواطن وتخدم الشعب وتخدم البلاد، مرحبا، تكون واحد الدراسه وتكون واحد التدقيق وتكون واحد كما كيقولوا واحد الفكره شامله، ماشي كما كيقولوا فكره طاحت بالليل مع الصباح نطبقوها. خي سمعتها البارح، قال لي واحد السيد قال لك راه غدوز قطره من هذا الشارع طاح. بالنسبه لك هذه القنطره اللي دارتها تكون تخفف شويه؟ مزيانه اخويا، غتكون مزيانه بزاف، كاع الناس غادي تولي مرخوفه. انا سمعناها، ولكن واش منين غادي تجي بعدا؟ إذا كانت غادي تسهل الماموريه مزيانه، إذا كان عندهم الناس اللي غيمشيو نيشان بحال داك الشيء دار في المعارف راه مزيان. ما خبرناش، يلاه سمعتها شي يومين دابا ولا ثلاث ايام. بالنسبه لك هذه القنطره تخفف شويه الحركه السير ولا؟ وبالنسبه اللي عنده الحديد راه يقدر قدام عليه. قدام عليه، واللي ما عندوش الحديد راه زايد ناقص عندنا. انتوا كيفاش تشوفوا هذه المشاريع عندنا في سباته وفي مسيك؟ المشاريع بالنسبة لهاد الأيام راه عرقالة ديال السير اكتضاد بزاف، ومن هنا المستقبل أخويا الله أعلم اش غيكون من هنا لقدام. عرفنا شناها في اليوتيوب الأهواء وداك الشيء وجباتنا، ولو كان بحال ما كرة مزيان، واللي ما فهمتش أنا هو دابا عاد غيبداو يديروا في هذيك القنطرة واش غيسدوا الشارع ولا لا، هذا هو اللي كنسولوا عليه حنايا. أما القنطرة مزيانة لينا، الوقت اللي غيبداو يصبوا في هاد القنطره هادي قدر عاوتاني المشكل تاع الاكتضاد غادي يزيد اكثر. غادي يزيد اكثر الاكتضاد، وحنا دابا كنعانيو منه نهار ورا نهار وكيتزاد. كاين الناس اللي عندهم طوموبيلات ديالهم حطوهم ولاو كيمشيو على رجليهم، الاكثريه ديالهم، والاغلبيه راه كيشد طاكسي ولا كيمشي على رجليه. حنا راه عشيه ما كنلقاوش من هنا باش كنركبوها بالزحام، خاصك الا بغا يوصل لك طاكسي من الراس ديال محمد السادس يدخل لهنا لشارع الجر خصو نص ساعه.